خلينا نروح لمباراه اليوم، مباراه مهمه في بطوله دوري الجمهوريه. النهارده عندنا مباراه لمواليد 2005، وده الفريق اللي تحت الفريق الاول. عندنا فريق محترم هيواجه النهارده طلائع الجيش في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. دكتور ثابت، كنا زعنا ده احماء الفريقين، ده عندنا حصري على قناه الاهلي من ملاعب الناشئين بمدينه نصر، احماء طلائع الجيش وايضا احماء لاعبي النادي الاهلي والاستعدادات قبل المباراه. دكتور ثابت، الفريق ده يعني عندنا ما شاء الله محقق نتائج كويسه، تعثر المباراه السابقه امام سموحه وكان في ظلم تحكيمي بين وواضح في هذه المباراه، لكن ايضا مقدم مباريات كبيره كمان في كاس مصر، كسب قدر يكسب نادي الزمالك في ملعبه في ميت عوبه وقدم مباراه كبيره، وكانت المباراه دي ايضا مذاعه على الهواء مباشره. طبعا الفرقه دي خلينا نقول ان الفرقه دي هي اللي تحت الفريق الاول عشان الناس تكون فاهمه، يعني ايه؟ يعني ده اخر فرصه ليهم ان هم يتصعدوا فريق اول يا يروحوا انديه ثانيه مثلا، يعني دي اخر فرصه. فانت بتتفرج على فريق المفروض ان اللعيبه دي تبقى جاهزه تلعب فريق اول في اي لحظه، لو كولر بص هيبص على فرقه 2005. دي اول حاجه. النقطه الثانيه ان الفرقه دي لازم الناس قبل ما نبدا تبقى عارفه ان في لعيبه كتير خرجت منها قبل اي حاجه، زي احمد خالد قباقه عرف مودرن سبورت، عمرو خالد بيبو راح سويسرا، يوسف سيد عبد الحفيظ واحمد عبدين في سيراميكا، عبد الله بوستانجي المدافع راح سموحه، صامويل برضو راح، المحترف ده راح المصريه للاتصالات، محمد عبد الله مع الفريق الاول، عمر سيد معوض مصاب وان شاء الله بنبارك له ان هو راح ريال بيتيس من اول شهر يناير الاسباني، اسامه احمد، معاذ محمد. خلينا نقول ان الفرقه دي فرقه ممتازه ماشيه بشكل كويس، رغم ان اللي فيه حوالي 10 لعيبه مش موجودين وفي اعارات كتير، لان الكابتن عبد الحميد حسن اتفرجت عليهم في مباراه الزمالك عمل اداء كويس وشكل كويس، في لعيبه كتير مميزه برضو في الفرقه ديت هنتكلم عليهم دلوقتي، لعيبه كتير مميزه، يعني مثلا واحد زي معانا المدير الفني الكابتن عبد الحميد حسن، ده لاعب النادي الاهلي ونجم الاهلي السابق. فهو عامل خلطه كويسه وبيلعب برضو بطريقه كده مختلفه عن باقي الفرق هنتكلم عليها برضو دلوقتي، فان شاء الله يعني في معتز محمد من اللعيبه اللي لسه اللي اتصعدت فريق اول مساك كويس جدا، في يوسف عفيفي كان ليه تجربه احتراف ورجع. تمام. طيب خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من ارض الملعب علاء علشان ينقل لنا الصوره بشكل اوضح. تحياتي ليك يا توفيق، تحيات ضيوفي الدكتور احمد ثابت والكابتن احمد شكري، اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك ضيوفك الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان. في البدايه ببارك لحضرتك وضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان على فوز فريق النادي الاهلي امبارح بكاس الانتر كونتيننتال، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته، وباذن الله كمان نحتفل النهارده بعد فوز النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط غاليه قبل توقف المسابقه نظرا لارتباطات المنتخب الوطني الافريقيه، سواء كان هيبقى في البطوله هتنظم في مصر او هتنظم في الخارج، ففي توقف دولي على طول بعد هذه المباراه لمنتخب مصر مواليد 2005. كل الاجواء هنا داخل فرع مدينه نصر اكثر من رائعه، درجه الحراره يمكن جو خريفي معتدل جدا 25 درجه مئويه، الحمد لله بعكس مباراه امبل الماضيه بتاعه فريق 2008 مفيش هوا خالص في الملعب كابتن اسامه، الامور طبيعيه جدا. ارضيه الملعب طبعا كالعاده اداره قطاع الناشئين هنا بقياده كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب وكمان الاداره التنفيذيه، ارضيه الملعب اكثر من رائعه، نتمنى ان شاء الله انها تساعد الفريقين على اداء مباراه كبيره، وباذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما كنت بتتكلم وحضرتك وضيوفك الكرام عن غيابات كتيره جدا في فريق 2005 في النادي الاهلي، سواء للخروج للاعاره او كمان للاصابات، سواء عمر سيد معوض، اسامه محمد، معاذ محمد، بجانب طبعا تقريبا 8 لاعبين ما بين اعارات لفرق اخرى في الدوري الممتاز وكمان للفريق الاول زي محمد عبد الله، ولكن طبعا ان شاء الله اللعيبه الموجوده سواء من 2005 او كمان المجموعه الموجوده من 2006 يقدموا مباراه كبيره النهارده. كمان على الجانب الاخر كابتن اسامه، كابتن يعني فريق طليعه الجيش النهارده يمكن عندهم طبعا غيابات للاصابه، حسام عوض اصابه بخطف الرباط الصليبي، عمر الزرق وده محترف سوري برده قطع بس الرباط الصليبي، وكريم رجب ابرز لاعبي الفريق يمكن غايب للطرد امام النادي الاسماعيلي في المباراه الماضيه، تم طرده في المباراه اللي كسبها طليعه الجيش 2-1. طبعا فريق النادي الاهلي يمكن في المركز الثالث زي ما حضرتك قلت، فوز في 3 مباريات وتعثر فقط في مباراه سموحه الاخيره، يمكن كمان اتكلمت مع الجهاز الفني لفريق سموحه بالطبع يعني بيدفع بعدد كبير جدا من لاعبي 2003، ولكن النهارده فريق النادي الاهلي كامنا ما فيهوش اي لعيبه مصعدين، بالعكس في فريق 2005 و2006. على الجانب الاخر فريق الجيش النهارده يمكن يعني بيستعين باثنين لعيبه من فريق 2003 سواء السرد باك او كمان راس الحربه الاساسي في مباراه اليوم، زي ما قلت لحضرتك الاجواء كلها اكثر من رائعه، كمان طاقم التحكيم النهارده بيتمنى له التوفيق ويخرج بالمباراه لبر الامان، كابتن عبد الكريم نصر وكابتن احمد فرج مساعد اول وكابتن هاني او حسين هاني مساعد ثاني، الثلاث حكام من منطقه القاهره نتمنى لهم التوفيق، توفيق لفريق النادي الاهلي اداء مباراه اكثر من رائعه و3 نقاط وتستمر الافراح والانتصارات للنادي الاهلي. كمان كابتن اسامه اتفضل.
اشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق.